عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة الجامعات في مصر والعالم العربي. أعلن اليوم انطلاق الموسم الخامس للجامعات وبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة جامعات يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر ووزارة الشباب والرياضة. في الموسم الخامس من العباقرة جامعات، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة جامعات هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير القرى المصرية. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. قبل ما نبتدي الموسم الجديد عايز أوجه الشكر لطلاب المدارس وطلاب الجامعات وعائلات مصر وأصحابنا العباقرة وطبعاً القادرون باختلاف اللي ساهموا بإجاباتهم الصحيحة في تطوير المدارس الحكومية وقرى أهل مصر والمستشفيات الحكومية ودعم وتدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم أبطالنا الرياضيين وأخيراً وليس آخراً دعم ورعاية لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم في فرنسا 2023. كلنا نحيي ونشكر البنك الأهلي المصري، بنك أهلي مصر. اللي بيحصل على أرض الواقع شرف كبير لينا كلنا، وبإذن الله التطوير مستمر في المدارس الحكومية والقرى المصرية. في بداية الموسم احتفلنا في وزارة الشباب والرياضة بانطلاق الموسم الخامس لعباقرة الجامعات. هنلعب كالعادة بنظام المجموعات، وتمت القرعة بين 16 جامعة مصرية من 13 محافظة مصرية. بمقر وزارة الشباب والرياضة وفي حضور السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي، أعلن الروائي عصام يوسف قرعة الموسم الخامس لعباقرة الجامعات. ذكريات عظيمة بنقضيها في القاعة دي، لأن دايماً بيمشي وبيجي وراها ذكريات أحلى. دايماً لما بقف هنا بفتكر حاجة واحدة بس، بفتكر جملة الأديب الراحل عبد التواب يوسف لما قال لي اعمل الكاس لمين تاني، وقد كان. النهاردة احنا بنحتفل ب 25 موسم، بنحتفل بمرور 7 سنوات على برنامج العباقرة. في ناس كتير تعبت جداً جداً علشان يكمل مشوار زي ده، بداية من طارق نور وكريم نور. أعلن اليوم وبكل فخر انطلاق الحلقة الأولى من الموسم الأول لبرنامج العباقرة. وفي حضور شباب جامعات مصر وجه الدكتور أشرف صبحي كلمة تحفيزية لهم. كل ميولنا واتجاهاتنا وعملنا للشباب، وأي موضوع وابتكار خاص بالشباب ده مكانك ودي وزارتك وده النهج بتاعنا ومبني على نهج الدولة المصرية اللي مكرسة كل جهودها للشباب المصري. أنتوا الحاضر والمستقبل. شفنا فخامة الرئيس في قلب تجمع مذاع إلى العالم بيشيد ببرنامج العباقرة واسترسل بعمر، وده أكبر دليل وشهادة على نجاحكم. تحية والتصفيق ليكم من القمر. خلف نجاح العباقرة داعمين رئيسيين آمنوا بالفكرة وبأهميتها. الواحد بيبقى مطمن إنه هو في ظهره ناس بتشتغل بجد وبتحب البلد دي بجد. ما كانش الهدف لما عملت البرنامج أنا هكسب منه إيه، الهدف هي جملة والدي الله يرحمه: مصر محتاجة تشوف ولادها، مصر محتاجة تطمن على المستقبل. وقد كان ولادنا ما قصروش.
الأمير تركي ابن طلال من أسبوع في الأردن قال لي شباب مصر يفرح ويشرف، وقالها لي مش مجاملة، قالها لي عشان هي دي الحقيقة. انتوا فعلا أبدعتوا وأنا فعلا ممتن ليكم لأن أنا نجحت بيكم. الحلم ده ما كانش ممكن يتحول إلى حقيقة، وكان مستحيل يستمر من غير دعم شركنا الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، مستحيل. كل الشكر والتقدير لكل داعمي برنامج العباقرة، وتمنياتنا بالتوفيق لطلاب جامعات مصر المشاركين في الموسم الخامس من عباقرة الجامعات. كل الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وللدكتور أشرف صبحي وفريق عمله على دعم برنامج العباقرة. تعالوا نتعرف على قرعة الموسم الخامس لعباقرة الجامعات. المجموعة الأولى بتضم جامعة اسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، وجامعة السويس، مجموعة نارية. المجموعة الثانية جامعة القاهرة، جامعة المنوفية، جامعة النيل، وجامعة MTI. أكيد دي كمان مجموعة مش سهلة. المجموعة الثالثة جامعة الأزهر، وجامعة قناة السويس، وجامعة دمياط، وجامعة الزقازيق. المجموعة الرابعة والأخيرة جامعة المنصورة، جامعة طنطا، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ. مفيش مجموعة سهلة. أتوقع أن الموسم ده هيبقى موسم صعب والمنافسة فيه عظيمة، وحنستمتع بيه كلنا. النهاردة عندنا أول مباراة في المجموعة الأولى اللي بتضم جامعة اسكندرية وجامعة عين شمس وجامعة أسيوط وجامعة السويس. أول جامعة مشرفانا في الاستوديو فريق منتخب من خريجي مدارس اسكندرية من عروس البحر الأبيض المتوسط. نرحب كلنا بجامعة اسكندرية. جامعة الإسكندرية واحدة من كبريات الجامعات المصرية والعربية، تأسست رسمياً باسم جامعة فاروق عام 1942، وتنتشر اليوم مباني كلياتها في عدة أماكن من مدينة الإسكندرية، وللجامعة فروع أخرى في مصر خارج مدينة الإسكندرية في دمنهور ومطروح. جامعة الإسكندرية متكاملة التخصصات، فيها كليات ودوائر الطب وطب الأسنان والهندسة والعمارة والزراعة والطب البيطري والحقوق والاقتصاد والأداب والتجارة. هيمثل جامعة اسكندرية في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. أنا نازلة النهاردة في فقرة تحت الضغط، والتيم قاعد يمرني كتير على أجواء الفقرة، وإن شاء الله أقدر أحقق سكور كويس. بعد ما خسرنا في الموسم الرابع للجامعات قررنا نرجع ونشتغل على نفسنا أكتر عشان نشارك في الموسم الخامس ونرجع بالكاس لجامعتنا بإذن الله. فرحانة برجوعي تاني للاستوديو برنامج العباقرة، وفخورة بعناصر التيم الموسم ده لأنهم عندهم أكتر خبرة من الموسم اللي فات، وبإذن الله نقدر نخطف الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة. أول مشاركة ليا جامعات بعد مشاركتين مع فيكتوريا كوليدج في المدارس الموسم السادس ووصلنا فاينل. أتمنى أكرر ده تاني رغم صعوبة التجربة، وإن شاء الله نقدم أداء كويس ونبقى فخر لجامعة اسكندرية ونرجع بالكاس. جامعة اسكندرية الحمد لله على السلامة. سلام حضرتك. منتخب، قولوا لي استعدتوا ازاي للموسم ده؟ الأول كان في ناس ثالثة ثانوي ثانوية عامة، بعد كده يعني مثلا حسن وفاطمة هما كليات، هما يعني أكتر ناس عملوا فينا مجهود بيذاكروا تقريبا من سنة. احنا بعد ثالثة ثانوي على طول ابتدوا يجمعونا ونتواصل مع بعض ونخرج في ميتينجز ونعمل أسئلة وكده. سعاد الرضا في السياسة واقتصاد، حسن عروس سياحة وفنادق، فاطمة خلف سياسة واقتصاد، مهند عادل صيدلة. ما شاء الله أحلامكم اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها بتتحقق، صح ولا غلط يا حسن؟ صح. احكي لي أخبار المطبخ إيه؟ لغاية دلوقتي ما جبتليش البشاميل يا نصاب. وعدني يا فاطمة بمكرونة بشاميل من أيام ما كان في المدرسة. مالكش حق. لا يرضيكي كده؟ لا ما يرضينيش. واحنا عارفين ان الاسكندرانية جدعان، صح؟ ايوه. ولا دي اشاعة؟ لا مش اشاعة. فين المكرونة؟ الحلقة الجاية والله. وعد. لو ما جاتش الحلقة اللي جاية خلاص على الهوا هنعلن. ازيك يا فاطمة؟ ازي حضرتك يا مستر؟
انا كويس الحمد لله. اخبار الكوره ايه؟ زي الفل. عندها عشق للكوره غير طبيعي، جاي منين ده؟ هي ماما بتحب الرياضه قوي، ماما بتحب الكوره جدا، ماما اهلاويه متعصبه كمان، فهي تقريبا جينات. مامتك اهلاويه وانت زملكاويه، بتعملوا ايه مع بعض في البيت؟ لا يا نهار ابيض، في ماتشات القمه بجد احنا بيتنا بيكون ساحه قتال. اخواتي كمان اهلاويين متعصبين. انت الزملكاويه الوحيده في البيت؟ اه، بابا اتحادوي. ف حلو كولكشن ده. كولكشن حلو جميل. مهند، ازيك يا مهند؟ الحمد لله تمام. وحشك الاستوديو. اجواء يعني متعود عليها، بس اكيد هتبقى حلقه صعبه. ولكن الاجواء وحشتك؟ وحشتني طبعا، يعني انا كنت دايما بحاول والحمد لله وصلت جامعات. اخبار صيدله ايه؟ الحمد لله سنه ثالثه. ثالثه ما شاء الله، ماشي كويس الحمد لله كله. والبيانو؟ بعزف بس يعني كل فين وفين كده، بس ما زلت يعني بحاول استمر، ما افقدش الموهبه. جميل جدا. طبعا انتوا جبتوا سكور عالي جدا في التصفيات، وده خلاكوا على راس المجموعه، والارقام ما بتكذبش. برافو عليكم، حافظين انتوا. مجموعتكم صعبه جدا، وانا هستمتع بالمجموعه الاولى. ايوه انت عارفني، في حته شر جوايا كده، بنبسط لما الماتشات بتولع كده. جامعه اسكندريه بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا جامعه اسكندريه. أما الجامعة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو، فريق بيشارك لأول مرة ولكن أبهرنا في التصفيات، من محافظة القاهرة نلعب كلنا بجامعة عين شمس. جامعة عين شمس هي ثالث أقدم جامعة مصرية، تأسست في يوليو عام 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا، ثم حملت اسمها الحالي. ضمت الجامعة عند إنشائها مجموعة من المعاهد العلمية المتميزة التي تم تطويرها وتحويلها إلى كليات جامعية بعدد 15 كلية علمية ونظرية فضلاً عن المعاهد. من أبرز الكليات في الجامعة كليات الطب وطب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات، الألسن، الآداب، التجارة والحقوق. مثل جامعة عين شمس، ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4. ماتش النهاردة أكيد هيكون صعب، وإحنا هنحاول إن شاء الله نعمل أقصى ما عندنا عشان نشرف اسم الجامعة. إحنا عارفين إن الفريق اللي قدامنا هيبقى عنده خبرة ومشاركين قبل كده كذا مرة، بس إن شاء الله إحنا نقدم مواجهة ونقدر نكسب الماتش. أهلي والفريق كان ليهم دور كبير جدا في استعدادي، وإن شاء الله أكون قد الثقة اللي هم ادوها لي وأجيب أكبر عدد ممكن من النقط. إحنا جمعنا نفسنا عن طريق الجامعة من سنة كذا تصفية، اختاروا أقوى 8 يمثلوا جامعة عين شمس، وإن شاء الله هنكون قد الثقة اللي الجامعة وضعتها فينا ونعمل مستوى يليق بجامعة عين شمس. كان هدف ليا إن أنا أشارك في برنامج العباقرة من ساعة ما دخلت الكلية، وإن شاء الله النهاردة دي أول حلقة بالنسبة لي في البرنامج، ومبسوط جدا إن أنا أشارك النهاردة وأحاول إن شاء الله أشرف اسم جامعتي. جامعة عين شمس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرتك. جامعة اسكندرية اخباركم ايه؟ كويس. هما شايفين ان انا بتحيز لجامعة اسكندرية، مش عارف ليه يعني. انا ما بعرفش اتحيز لحد. طبعا. فعلا. حتى لو بحب حد ببقى فير. فما تقلقوش. الحتة دي مش عندي. ان شاء الله خير. وكلكم عارفيني. وكلكم عارفين ان احنا ما بنهزرش. اللي يستحق بيكسب. وردة. اخيرا. وردة انا عارف حكايتها. تحكيها انت ولا احكيها انا؟ تمام اتفضل. لا اسمعها منك انت. ابتديت اشوف البرنامج في اوائل الموسم، في الموسم التاسع كده، وابتديت اقول لمدرستي ان انا عايزه اشارك، وجمعنا فريق وابتدينا نشتغل، وكنا الحقيقه بنيجي جينا 3 مرات وما تاهلناش. 3 مرات بتحاول تشارك مع عباقرة المدارس، والثلاث مرات ما عدوش من التصفيات. يعني كل مره كان بيبقى عندي امل ان لا المره الجايه هنتاهل، لا المره الجايه نتاهل، لحد اخر موسم ليا كنت في ثالثه ثانوي، فخلاص كانت دي اخر فرصه بقى وما تاهلناش برضه. فجاه بقيتي في العباقره. بالظبط. حلمك اتحقق. صح. ودي اجمل حاجه، ان احنا نفضل ورا حلمنا لحد ما نحققه. خلينا نتكلم على الحلم الكبير. عايزه تقدمي برنامج في التلفزيون. تستضيفي فيه الادباء. صح. وأول حد عايزة تستضيفيه عمر طاهر. عمر طاهر صديق عزيز وأنا بحبه جدا. عمر طاهر أنا جمعني بيه مرة كلام، دخل شكرني على ريفيو كنت كاتباه للكتاب بتاعه، ودخل شكرني، والحقيقة ده كان أسعد يوم في حياتي تقريبا. بصي لو أنت عايزة تقدمي برنامج ونجحتي في إن أنت
تبتدي التجربة وعايزة تعملي انترفيوهات وتبتدي بعمر طاهر، أنا ممكن أساعدك. أنا تقريبا ما سبتلوش مقال أو رواية أو كتاب ما قرأتهوش. ممتاز، كويس، يبقى أنت مذاكرة شغل كويس. آه لا تمام، يبقى هتعرفي تعملي معاه انترفيو كويس، ربنا يوفقك. هادي إحساسك إيه؟ هايب أكيد، عشان أول مرة. إيه أنت عايز تبقى عميد كلية طب، خايف من إيه؟ تجربة، يعني تجربة جديدة. اللي عايز يبقى عميد كلية طب مش ممكن يقلق، صح؟ الحلم ده جالك إمتى أو فكرت فيه إزاي؟ بصراحة حسيت إن العميد خصوصاً دكتور محمود المتيني اللي دلوقتي بقى رئيس الجامعة، يعني بيبقى في إيده إن هو يطور وإن هو يصلح وإن هو يضيف حاجات جديدة وإن هو يسعى في تطوير جامد. حسيت ان انا عايز ابقى زي دكتور المتيني، ان انا اضيف حاجات جديده في المستشفى، ان انا اضيف عمليات جديده، ابعت فرق تروح الصين عشان تعرف تعمل زراعه رئه بعد كده. حسيت ان دي حاجات لها اثر طويل، حاجات مستمره والناس مستفيده كل سنه، خير كتير قوي ويعني فرصه كبيره وقدره كبيره على الاصلاح والتطوير. جميل جدا. عزه، ازيك يا عزه؟ زي حضرتك. بصي عايزين نبتدي الحلقه، فاحنا هنتكلم مع بعض وسط الحلقه، اتفقنا؟ اتفقنا. ويوسف هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. تمام. بس جامعة عين شمس، خلي بالكو المنتخب ده تقيل وما بيهزرش. ربنا يستر. ايوه ربنا يستر، ولكن نصحتي ليكو ركزوا مع كل سؤال، الخبرة في ماتش زي ده هتفرق جامد، عشان كده لازم انبهكم. جامعة عين شمس بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا جامعة عين شمس. عبقرة الجامعات في الموسم الخامس، 6 فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها كالعادة سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: ما هي أقدم جامعة في مصر؟ حسن عروس، الأزهر. إجابتك؟ الأزهر. جامعة الأزهر اتبنت في عهد مين؟ جوهر السكلية. حسن عروس طبعاً إجابة صحيحة. بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عام 971 ميلادياً، ثالث أقدم جامعة في العالم وبتشارك معانا في الموسم ده، طبعاً على رأس المجموعة الثالثة. حسن عروس، مين اللي هبتدي الأول؟ عين شمس، يتفضل. تمام. وأول فقرة يا فقرة العلم. العلم، العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب وعلوم. جامعة عين شمس إمتى الجوكر؟ على حسب الماتش. على حسب الماتش. جغرافيا، والسؤال هو: في أي من دول جنوب شرق آسيا يقع نهر بامبانجا؟ طول النهر حوالي 270 كيلومتر. خامس أطول نهر في الدولة دي. عزة، إجابتك؟ فيتنام. فيتنام إجابة خاطئة. فرصة أول 10 نقط. تايلاند. تايلاند، هم مدبسينك يا سعاد، هم لو متأكدين من الإجابة. الاسم يوحي تايلاندي. الاسم يوحي تايلاندي، على أساس أنت حافظة أسماء التايلانديين كلهم؟ يعني من صح؟ خبرة بقى، القراية. خبرة، يا رب يطلع صح عشان أحرج. إجابة خاطئة. خلي بالكو أنا هقول معلومات وممكن معلومة واحدة أقولها تخطفوا بيها البازر، اتفقنا؟ 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: إندونيسيا، كمبوديا، الفلبين، ماليزيا. ماليزيا إن شاء الله. قلت استنى أقول معلومة، ده أنا قايل لك يا يوسف لو قلت يقع في جزيرة لوزون. الفلبين. الفلبين. للأسف الشديد إجابة خاطئة. يصب في خليج مانيلا. جامعة عين شمس هتبتدي بناقص 5 نقط. سؤال في جغرافيا لجامعة اسكندرية، إمتى جوكر؟ أدب. أدب. جغرافيا، والسؤال هو: يقع جبل جران باراديسو بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ جران باراديسو بإحدى الدول الأوروبية، ارتفاعه
حوالي 4061 متر. أعتقد في إيطاليا. أعلى جبل موجود بالكامل في إيطاليا. إجابة صحيحة. موجود في جبال الألب. نتيجة 10 جامعة اسكندرية ناقص 5 جامعة عين شمس. وسؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: في عهد أي رئيس وزراء مصري تم إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914؟ وبالتحديد كان في 18 ديسمبر. كان رئيس وزراء مصر من 5 إبريل 1914 لحد 22 إبريل 1919، وكان صديق لسعد زغلول. حسين رشدي. حسين رشدي. عزة سيد، إجابة صحيحة. برافو. حسين رشدي الإجابة الصحيحة. 10 نقط مهمين جدا لجامعة عين شمس. جامعة عين شمس 5، اسكندرية 10. وسؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: من هو أول حاكم لاتيني لمملكة بيت المقدس بعد الاستيلاء على القدس عام 1099 ميلاديا؟ طبعا كان زعيم الحملة الصليبية الأولى ضد العرب، وطبعا للأسف الشديد عمل مجازر كتير. جودفري. كان بيلقب نفسه بحامي القبر المقدس. حسن عروس. سؤال مسة، إجابة صحيحة. عشانات النتيجة اتغيرت. 20 جامعة اسكندرية، 5 جامعة عين شمس. سؤال في الأدب، هناخد الجوكر يا وردة ولا لا؟ لا. أدب والسؤال: أديب سوري مؤلف رواية الزمن الموحش، فمن هو؟ 12 1973. يا سلام، كنت خدت الجوكر. حيدر. حيدر. بتتكلم على حياة شخصيات سورية أثناء نكسة 67. أفضل 100 رواية. من أفضل 100 رواية عربية. برافو عليك يا وردة. في القرن العشرين. إجابة صحيحة. بتقري كتير، فأنا متوقع منك إنك تاخد الجوكر في الأدب. تمام. جوكر. تمام. أدب والسؤال هو: من هي الكاتبة المصرية مؤلفة رواية بحجم حبة عنب؟ يا منى الشيمي. يا بوكر. قائمة الطويلة للبوكر. برافو عليكم. 12 2014. برافو عليك يا حسن، إجابة صحيحة. وأكيد أكيد منى الشيمي هتنبسط منك جد. نتيجة اتغيرت. 40 جامعة اسكندرية، 15 جامعة عين شمس. الجوكر. علوم والسؤال هو: يحدث مرض الزجاجة المنفصل بأحد الأعضاء لدى الإنسان، فما هو؟ posterior vitreous detachment، PVD. العين. العين طبعا يا دكتور، إجابة صحيحة. 20 نقطة مهمين جدا لجامعة عين شمس. جامعة عين شمس 35، جامعة اسكندرية 40. علوم والسؤال هو: إلياس زرهوني هو أول عربي يتولى منصب مدير المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا عام 2002، فما هي جنسيته؟
من 2002 ل 2008 اللي عينه جورج دبليو بوش. اجابتك جزائري. سعاد اجابه صحيحه. برافو عليك. اكتشف تقنيات بالاشعه بتسهل اكتشاف العديد من الامراض زي سرطان الرئه. نحيي كلنا الدكتور الفاضل الياس زرهوني. سؤال واحد بس ما تجاوبش، هو سؤال الجغرافيا يا يوسف. أرضك جامعة اسكندرية أداء مشرف 50 نقطة، جامعة عين شمس 35، كويس جدا مش وحش في أول تجربة ليكو، شاركوا لأول مرة قصاد جامعة قوية عندها خبرة. اللي جاي محتاج بقى إيه؟ تركيز وسرعة. أيوة نفك إيدينا بقى كده خلاص، العشرين ثانية راحوا، ولكن انتوا دخلتوا في اجواء المباراه. اتفقنا؟ تمام. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى طلاب مصر جمعوا 85 نقطه في فقره العلم، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 170 الف جنيه في خزنه البنك الاهلي لتطوير القرى المصريه. المباراة الأولى في الموسم الخامس عبقرة الجامعات، ومباراة قوية ومتكافئة. وأفكركم بالنتيجة، جامعة اسكندرية أو منتخب جامعة اسكندرية 50، جامعة عين شمس 35. جامعة عين شمس عندنا تغييرين، صفية يحيى نزلت مكان وردة محمد، وأروى ناصر نزلت مكان عزة سيد. أروى في كلية زراعة، بشكرك جدا، خرجنا برا الطب والهندسة. احكيلي دخلتي زراعة ليه؟ والله هو ما كانش هدف من الأهداف، بس على حسب المجموعة والتنسيق. ده الحمد لله، ده عشان أنا بقى ولا إيه؟ أنت عايزة تبي دكتور التغذية؟ إن شاء الله. إيش معنى دكتور التغذية؟ المجال مهم وبساعد ناس كتير في حاجات مختلفة. يعني زي إيه؟ مثلا اللي بيبقى عايز يمشي على نظام معين، ريجيم ريجيم، وكمان تغذية صحية في الأطفال، للكبار، مرضى السكر، الناس دي بتبقى محتاجة نظام غذائي تمشي عليه، وحد يكون يوجههم أحسن من هما يتعاملوا بعشوائية أكتر عشان جسمهم وعشان صحتهم. كويس جدا، ربنا يوفقك. صفية شعورك إيه؟ مبسوطة طبعا، كان من زمان بتفرج على البرنامج ونفسي شارك، وان احنا نأدي فيه اداء قوي. كان دايما بيتقال جامعه عين شمس جامعه كبيره، بس ما فيش حد بيمثلنا، فان شاء الله نقدر نعمل ده الموسم. الحقيقه جامعه عين شمس ودعت البطوله مره من دور ال 32 ومره من دور ال 16، بس انتوا الحقيقه في التصفيات ابهرتونا. يعني الفرق بينكم وبين جامعه اسكندريه سؤال واحد بس، وبعدين الموسم الثالث ما شاركتوش، والرابع ما شاركتوش، ما عدتوش تصفيات. فيعني بالعكس انتوا راجعين بقوه، فريق جديد بس فريق قوي ان شاء الله، وده معناه ان انتوا عملتوا مجهود مش عادي. يعني يا رب اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضرتك. وعندنا تغييرين في جامعه اسكندريه، شمس سعيد نزلت مكان سعاد رضا، وكريم احمد نزل مكان مهند عادل. طبعا يا كريم انت جاي غلط، انا عارف انت جاي غلط. واضح. الوحيد اللي بيشارك لاول مره. بالظبط. ده ازاي دخلوك دول في المنتخب ده؟ دي غريبه دي. بقالي 5 سنين مستنيها، 5 سنين بحاول. اقنعتهم ازاي بقى انك تشارك؟ انا رحت، انا عندي يا جماعه المعلومات، انا اقدر، ادوني الفرصه. كان لازم يتكون فريق جديد يكمل اللي كان ناقص. انا عايز، ادوني فرصتي. اذا ما كنتش قدها هيبان، واذا كنت قدها هيبان. وقد كان. بمنتهى البساطة أنا قلت لهم ادوني الفرصة، بقالي 5 سنين بقول ادوني الفرصة، ما جاتليش في المدارس لكن جاتلي في الجامعات. كريما قلقان. يا كريم بالراحة. الفرصة جات يا كريم. الحمد لله. مين كان بيدعمك من الفريق؟ كلهم دعموني، كلهم ادوني بجد، قالوا لي أنت، هم أول ناس يقولوا لي أنت تقدر، أنا اتقالت لي أنت ما تقدرش كتير. بس هم أول ناس بجد قالوا لي أنت تقدر. تمام. شمس إزيك يا شمس؟ الحمد لله. إيه رأيك في اللي كريم قاله؟
حلو. هو صح فعلا، هو يعني بقاله فتره طويله عايز يشارك ومستواه كويس، يعني ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه معاه. واضح ان هو ماسك الرايه ماشي في اسكندريه بقاله 5 سنين، ادوني الفرصه. اخدها. صح. ايوه. اخبار مدرسه الزهراء ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى الفرق ما بين عباقره المدارس وعباقره الجامعات. يعني انا ضغط اعلى شويه، موضوع اوسع يعني، هو ده اصعب. الاسئله صعبه. كنا يعني مجرد طلاب كده في مدرسه عندنا حلم الكاس العباقره، بقت بقى جامعات وبنمثل محافظه كامله يعني، فبقى ضغط اعلى. بنتقابل كل اسبوع وبنجمع معلومات كتيره جدا، ويعني بندي كل واحد حاجات يذاكرها كل اسبوع برضو، وبتتسمع يعني مجهود. أيه. مجهود عالي. برافو عليكم، برافو عليكم، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة 4 أسئلة 1 لـ1. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. وأول 2 حسن عروس وهادي أحمد. هادي أحمد وحسن عروس. وسؤال في المعلومات العامة. معلومات عامة، والسؤال هو: برة التيتان هي من أكبر حفريات الديناصورات في العالم، ففي أي دولة عربية تم اكتشافه؟ مصر. في الواحات البحرية. إجابة صحيحة. بيعود للعصر الطباشيري، موجود في المتحف الجيولوجي المصري في زهراء المعادي. وزن الديناصور ده من 70 لـ80 طن، وطول الديناصور حوالي 28 متر. حسن عروس عشانات 60 جامعة اسكندرية، 35 جامعة عين شمس. يوسف محسن وفاطمة خلف، خلي بالك يا يوسف، أنا بنبهك عشان فاطمة مش بتهزر في موضوع الكورة ده. رياضة، والسؤال هو: من هو البرازيلي الوحيد الفائز ببطولة كأس العالم للقارات لكرة القدم كلاعب ومدرب؟ كلاعب 1997 كسبوا أستراليا 6-0، ومدرب عام 2009 كسبوا أمريكا 3-2. إزاي؟ مدرب البرازيل في 2009 دونجا؟ طبعاً 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 دونجا. انتوا هتنسوا منتخب مصر عمل ايه؟ انا افتكرتها ب 2009 والله، ساعه لما 4-3. فاكرين الشوالي لما قال التاني يا دونجا؟ التاني يا دونجا، التاني يا دونجا، بالظبط كده. يوسف طبعا اجابه صحيحه. ادلك يا فاطمه، دونجا هي الاجابه الصحيحه. برافو عليك يا يوسف. عشانات 45 جامعه عين شمس، 60 جامعه اسكندريه. دلوقتي كريم واروى، اروى وكريم، تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي الدولة الأوروبية المصنعة لطائرة BF-109؟ خطفت منك البازر. ألمانيا. ألمانيا، نفس إجابتك؟ يعني لو طلعت غلط في إجابة تانية، بس أول إجابة كنت أقولها ألمانيا. ما هي الحقيقة ألمانيا صح. إجابة صحيحة. ألمانيا تم تصميمها 1934 ودخلت الخدمة بعدها ب3 سنين. سرعتها القصوى 622 كيلومتر في الساعة. برافو عليك يا أروى. عشانات 55 جامعة عين شمس، 60 جامعة اسكندرية. شمس وصفية، صفية وشمس، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 162 على 18 زائد 6 في 19 يساوي كام؟ إجابتك 123.
ده سؤال ما يتحلش في 8 ثواني. برافو عليك يا شمس. طبعا إجابة صحيحة. هارد يا صفية. كل الأسئلة لحد دلوقتي اتجاوبت ما عدا سؤال واحد، سؤال الجغرافيا. النتيجة في نهاية الفقرة: جامعة اسكندرية متقدمة بسبعين نقطة، جامعة عين شمس بتحاول ومعاهم 55 نقطة. بداية موسم ناري. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعا الأسئلة هتعتمد على السرعة. ليكم أنتوا التمانية، إيدينا على البازر. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان قام بدور دراز أبو المعاطي في مسلسل عوالم خفية، فمن هو؟ صلاح عبد الله. إجابة صحيحة. ادوني فرصتي. 10 نقط. برافو عليك يا كريم. كان معاه مين في البطوله؟ عادل امام، بشرى، فتحي عبد الوهاب. تمام. 10 نقط. 80 جامعه اسكندريه، جامعه عين شمس 55. اغاني وموسيقى، والسؤال هو: من هو ملحن اغنيه خليني ذكرى للفنان وائل جسار؟ كلمات بدر جميل احمد. ملحن مشهور جدا. مش متاكد بس عمرو مصطفى. اجابه خاطئه. عايز اجابه حالا. عمار الشريعي. عمار الشريعي. يا هادي ايه؟ لا طبعا. يا هادي. اجابه ايه؟ اكيد مضحكه يعني. برافو عليك يا هادي. اجابه قنبله. عزيز الشافعي ولا عزيز الشافعي؟ عزيز الشافعي. وليد مين؟ سعد. سعد بالظبط كده، وليد سعد. تاني سؤال ما يتجاوبش في الحلقة: لوحات ومعالم، والسؤال هو: التحرير هو من أعلى الأبراج في العالم، ففي أي دولة خليجية يقع؟ حسن. كويت. إجابة صحيحة. ارتفاعه 372 متر. كان الأول اسمه برج الاتصالات، وبعد كده اتسمى برج التحرير كرمز للاستقلال بعد غزو العراق للكويت. 90 جامعة اسكندرية، 55 جامعة عين شمس. سؤال الأخير في الفقرة. السؤال ده عايز جامعة عين شمس تخطف العشر نقط بعد إذنكم، علشان أنا عايزكم ترجعوا تاني في المباراة. سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد الطيور في الصورة؟ سبعتاشر. حسن عروس. برافو عليك. إجابة صحيحة. هي دي الخبرة. عشانات حسن عروس، برافو عليك. 100 جامعة اسكندرية، 55 جامعة عين شمس. جامعة عين شمس النتيجة ابتدت تبعد، عايزكم ترجعوا تاني في المباراة بسرعة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 310 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.
المباراة الأولى في عبقرة الجامعات الموسم الخامس ومنافسة قوية جدا، وهفكركم بالنتيجة. جامعة اسكندرية متقدمة بمئة نقطة وجامعة عين شمس 55. تغيير في جامعة عين شمس، عزة سيد رجعت مكان أروى ناصر، وتغيير واحد في جامعة اسكندرية، سعاد رضا رجعت مكان شمس سعيد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. هادي وسعاد، سعاد وهادي. هادي انت اللي هتبتدي، سعاد هتروحي تسمع اغنية وترجع لنا تاني. ازيك يا هادي؟ الحمد لله. قولي بقى مين كان بيدربك؟ مراتي، اهلي، الفريق كله، كل الناس يعني. اي حد معدي في الشارع يقول السلام عليكم وعاصمة كذا. طب كنت بتجاوب كويس؟ يعني نسبيا، بس طبعا اول مره في الاستوديو، اول مره تحت، اول مره ننزل انزل تحت الضغط كتير على اعصابي يعني، بس ان شاء الله خير يعني. ان شاء الله. صعبت عليا والله. مش عارف اعمل ايه، صعبان على نفسي قوي. ولا يهمك، اديها ودود. ايه يا دكتور، نشجع الدكتور هادي. ايوه كده تمام. نطمن على سعاد. سعاد تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي قاره تقع شلالات تقيله؟ أمريكا الجنوبية. غلط. ما هو الكوكب الذي ليس له أقمار بجانب عطارد؟ الزهرة. صح. أحد شعراء العصر الجاهلي مؤلف قصيدة عقاب الهجر؟ امرؤ القيس. غلط. ما هي العملة الرسمية لسلطنة عمان؟ دينار. غلط. من هي الفنانة التي قامت بدور فاطمة في فيلم إعدام ميت؟ ميرفت أمين. غلط. إمبراطور روماني تم قتله في مجلس الشيوخ عام 44 قبل الميلاد؟ يوليوس قيصر. صح. كم عدد ألوان علم دولة السويد؟ 3. غلط. في عهد أي خليفة عباسي تم تأسيس بيت الحكمة في بغداد؟ هارون رشيد. صح. شبابيك هي أغنية المطرب مصري محمد منير. صح. كويس، مش وحش، ولكن أنا في رأيي كم ممكن تعمل أحسن من كده؟ كم إجابة صح؟ لا ما حددتش أي حاجة. 4 من 9، بس كويس مش وحش. يا سليم، عايزين سعاد تنضم لينا من فضلك. شوف سعاد هتعمل ايه. سعاد، عايز تعرفي هادي عمل ايه ولا لا؟ لا. طب ممكن اقولك على معلومة واحدة؟ العشر اسئلة تاني. لا، ما لحقتش اقول السؤال العاشر، قلت 9 بس. الاسئلة مش صعبة، تلاقيش. تحت الضغط كاونتر. في اي قارة تقع شلالات تقيلة؟ أفريقيا. صح. ما هو الكوكب الذي ليس له أقمار بجانب عطارد؟ باس. أحد شعراء العصر الجاهلي مؤلف قصيدة عقاب الهجر؟ باس. فمن هو؟ ما هي العملة الرسمية لسلطنة عمان؟ ريال. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور فاطمة في فيلم إعدام ميت؟ باس. إمبراطور روماني تم قتله في مجلس الشيوخ عام 44 قبل الميلاد؟ باس. كم عدد ألوان علم دولة السويد؟ 2. صح. في عهد أي خليفة عباسي تم تأسيس بيت الحكمة في بغداد؟ صح. شبابيك هي أغنية المطرب محمد المصري. منير. صح. خمس إجابات من 9 وأربع إجابات من 9. أنت لحقتي نفسك في الآخر. أنت كنت بتقولي باس بسرعة كده ليه؟ يعني في اسئله كان ممكن تحاولي فيها. تعال نشوف الاسئله اللي ما اتجاوبتش. احد شعراء العصر الجاهلي مؤلف قصيده عقاب الهجر؟ فمن هو؟ عنتره ابن شداد. من هي الفنانه التي قامت بدور فاطمه؟ ليلى علوي. ليلى علوي في فيلم اعدام ميت؟ طبعا الفنانه ليلى علوي. هي دي الاسئله اللي ما اتجاوبتش. كلنا نحيي هادي وسعاد، سعاد وهادي. النتيجة اتغيرت، وجامعة اسكندرية بتحاول تهرب بالمباراة قبل عجلة الحظ، لأن هم عارفين إن عجلة الحظ ساعات بتكشر عن أنيابها. جامعة اسكندرية كنتوا كام؟ 100. كم إجابة صح يا سعاد؟ 5. 5 و10 نقط هدية. 35. من هادي بقيتوا 135. هادي كنتوا كام؟ كنا 55 و4 إجابات صح، بقيتوا 75.
75 و25 100 ترجعوا تاني في المباراة. 135 و25 160 أنا في رأيي التلات نقط طاروا منكم. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات جزاء. ضربات جزاء. أول اتنين سعاد وصفية، صفية وسعاد، والهدف الأول والسؤال الأول رياضة. من هي اللاعبة المصرية الأكثر فوزاً ببطولة الأبطال للسكواش حتى عام 2021؟ ثلاث مرات. نور الشربيني. نور الشربيني الهدف الأول. 2016 2018 2019 البطولة بتقام في نيويورك بداية من 2001. صفية الهدف الأول لجامعة عين شمس. سؤال التاني، فنون. من هو الفنان الراحل الذي قام بدور سباعي في فيلم حرامية في كي جي 2 بطولة كريم عبد العزيز وحنان ترك؟ مين بقى ترى؟ طلعت زكريا. طلعت زكريا ومعاه ماجد الكدواني ومعاه مع عمار. الهدف الأول من إخراج المخرجة المتألقة ساندرا نشأت. هدف مقابل هدف. السؤال الثالث، جغرافيا. إلى أي من دول أمريكا الجنوبية تتبع جزيرة مارتين غارسيا؟ بيرو. بيرو إجابة خاطئة، تم اكتشافها سنة 1516. ما هي فكرة صح. الإكوادور. إيه اللي وداك الإكوادور؟ عارف أنا مش فاكرة. إجابة خاطئة. الجزيرة دي بتقع ما بين الأرجنتين وأوروغواي وتتبع الأرجنتين من سنة 1973. كريم ويوسف، يوسف وكريم. والسؤال اللي جاي في القدرات الذهنية، اللي هيجاوب صح هيرجع ب 25 نقطة. السؤال الرابع، حل المسألة الآتية، 9 في 17 زائد 555 يساوي كام؟ خمس ثواني. إجابتك 18. إجابة خاطئة. سبعمية وعشرين. هي مش 720، هي 708. هارد لك يا يوسف. إجابة خاطئة. طبعاً هدف مقابل هدف في الحالة دي، هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال يعتمد على السرعة ليكم انتوا التمانية. سؤال بخمسة وعشرين نقطة، الهدف الذهبي. تاريخ، ما هي أول عاصمة للدولة الصفوية عام 1501 في عهد إسماعيل الصفوي؟ كريم. تبريز. الهدف الذهبي. ادوني فرصتي. 25 نقطة. الحمد لله. برافو عليك يا كريم. 160 جامعة اسكندرية، 75 جامعة عين شمس. جامعة اسكندرية عندها خبرة منتخب، جامعة عين شمس فريق قوي ولكن تجربة بالنسبة له مش سهلة، وأول مرة يبقى تحت ضغط مش متعودين عليه. إجابة صحيحة. شيء كبير لي أن أنا أول مشاركة أجيب الهدف الذهبي، ده شيء بالنسبة لي عظيم، بس أهم حاجة أنه رجعت لجامعتي. خبرة فرقة كتير جدا عند جامعة اسكندرية، وإن شاء الله تبقى النهاردة نقطة بداية لنا في المجموعة إن شاء الله. الفرق النهاردة هو فرق خبرة الأسلوب. فإن شاء الله الأمل في عدد حظ، إن شاء الله الماتش ما يبقاش أصعب من كده علينا.
خلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع عجلة الحظ. اتمنى ان جامعة عين شمس تحسن السكور. جامعة اسكندرية اتوقع ان هم يبقى ليهم شأن كبير جدا في الموسم ده. جامعة عين شمس، مشكلتكو التوتر، تنقصكو الخبرة، ولكن ماتش زي ده ماتش مهم ليكو علشان تبقوا فاهمين الاجواء ماشية ازاي. لما ترجعوا ترجعوا مستعدين بجد، فتعرفوا تكملوا. الماتشات اللي جاية بالنسبة لكو ماتشات كاس، ولازم تركزوا في عجلة الحظ لان النقاط ممكن تساعدكو في التأهل. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه، ويبقى رصيد لحد دلوقتي 470 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. الموسم الخامس عبقرة الجامعات، وهفكركم بالنتيجة. جامعة اسكندرية متألقة 160، جامعة عين شمس التجربة الأولى 75. جامعة عين شمس أعتقد أن درس النهاردة كان قاسي، ولكن أنا متأكد أن أنتوا هترجعوا ترتبوا أوراقكم، وماتش أسيوط وماتش السويس هيبقى ليكوا شأن آخر إن شاء الله. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل فريق، وأول سؤال محمود. تفضل يا محمود. محمود زناتي، والسؤال الأول لجامعة عين شمس. علم، سؤال في العلم. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ بـ20. تمام. علم، والسؤال هو تاريخ جيمس تاون. هي أول مستعمرة في أمريكا الشمالية عام 1607 لإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ في فيرجينيا. أول مستوطنة دائمة للدولة دي في أمريكا الشمالية. إجابتك؟ أسبانيا. طبعاً إجابة خاطئة. بريطانيا. طبعاً على اسم الملك جيمس الأول إنجلترا. ده سؤال سهل قوي يا هادي بصراحة. خسارة جداً. حسن عروس 20 نقطة، إجابة صحيحة. 180 جامعة اسكندرية، 75 جامعة عين شمس. رانيا، تفضلي يا رانيا. رانيا ربيع، والسؤال الثاني. السؤال الثاني معلومات عامة. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. معلومات عامة، والسؤال هو من هي أول امرأة مصرية تتسلق قمة جبل إيفرست عام 2022؟ أعلى قمة جبلية في العالم، 8850 متر. منال رستم. منال رستم، إجابة صحيحة. منال رستم بدأت رحلاتها من جبل كاترين، وبعد كده جبل كلمنجارو، وبعد كده جبل كينيا، وقمة جبل البروس. حسن عروس، برافو عليك، قفلت 200 نقطة. السؤال الثالث لجامعة عين شمس، أحمد سيد، اتفضل يا أحمد. وهنشوف موضوع السؤال إيه. أحمد، مش عايزين سويتش. علم تاني. تمام، سؤال بـ30 نقطة. أدوس.
علم. والسؤال هو علم جغرافيا، في أي دولة يقع كهف دينيسوفا بيحتوي على أكتر من 20 طبقة من القطع الأثرية اللي بتشير لحياة أشباه البشر من 280 ألف سنة؟ اختلفتوا مع بعض ولا اتفقتوا؟ اختلفنا. طيب هتمشي ورا إجابة مين؟ دينيسوفا. صربيا. صربيا. يوسف محسن موافق؟ لا. هادي إجابة خاطئة. كريم. روسيا. نفس إجابتك يا يوسف؟ أنا قلت لهم روسيا. أنت غلطان، من حقك تاخد القرار عشان بس نبقى متفقين على حاجة. خسارة جدا يا يوسف. طبعا روسيا يا كريم، إجابة صحيحة. روسيا هي الإجابة الصحيحة، وبكده نتيجة 230 جامعة اسكندرية، 75 جامعة عين شمس. سؤال الأخير أحمد أيمن، تفضل يا أحمد. قدرات ذهنية، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ سؤال بتلاتين نقطة، لو الإجابة صح بقيته 260 نقطة. جامعة القاهرة 265. لو جاوبنا إن شاء الله مش مشكلة، تفرق خمس نقط تفرقه، بس هيبقى من أعلى السكورز في تاريخ البرنامج. تمام، قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 7 في 7 في 8 على 4 زائد 149 يساوي كام؟ 7 في 7 في 8 على 4 زائد 149 يساوي كام؟ حسن عروس إجابتك 157. الإجابة في إيد فاطمة، إجابة خاطئة. في إجابة يوسف إن شاء الله 247. إجابة صحيحة. النتيجة في نهاية الفقرة 105 جامعة عين شمس، 230 جامعة إسكندرية. أعتقد يا يوسف إن أول سؤال لما خدت ماينس أثر على قرارك. أنا ما أول مرة، بس عشان ماليزيا أنا كنت مخمنة عندي في الورقة، فعلشان لما ظهرت أنا فتشاورنا يعني وقلنا إن إحنا إيه ناخد الريسك، فأنا لما خدت الريسك حسيت إن أنا إيه لا أصبر شوية. بص، التجربة دي بالنسبة لك مهمة جدا علشان الماتشات اللي جاية تعرف تتعامل مع الأسئلة والإجابات بشكل أفضل، مش أنت بس، أنت وفريقك. كانت نفس الإجابة عندك يا فاطمة؟ كانت عند كريم 247. ادوني فرصة. كان عندك فرصة تخطف 30 نقطة، ولكن الحقيقة كريم إضافة للفريق. لحد دلوقتي كريم جاب 65 نقطة، ولو كان جاوب صح كان 95 نقطة، مع أنه لعب من الفقرة الثانية. الحمد لله. حسن عروس أفضل لاعب في ماتش النهارده ب 100 نقطة. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهارده 335 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه، بما يساوي 670 ألف جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. ألف مبروك. أول 3 نقاط 230 نقطة، طبعا صدارة المجموعة الأولى من أول مباراة. جامعة عين شمس، نرتب أوراقنا نستعد بشكل أفضل، أتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.